أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف معكم في هذه الدقائق المعدودات بإذن الله عز وجل، لنحاول أن نتطرق إلى وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بشرح مختصر فقط، لأنها وصية جامعة، وصية جامعة لما فيه صلاح الفرد ونجاته في الدنيا ويوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن مالك عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والسماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. في هذا الحديث الشريف يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مكانة بعض الطاعات، حيث افتتح بقوله: الطهور، أي الطهارة، أي الطهور بفتح أو بضم الطاء. الطهور فتح، الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان، الإنسان الطاهر، الإنسان الذي يكون دائماً على طهارة، على طهارة الحدث وطهارة الخبث، أي يكون متوضئاً ويكون طاهر الثوب، ويكون على يعني على وضوء أكبر ووضوء أصغر. وكما جاء في أحد الآثار: إن لله نفحات فتعرضوا لها بالوضوء. على المرء أن يحرص ما استطاع أن يكون طاهراً، أن يكون على وضوء، أن يكون على وضوء، وأن يكون ثوبه كذلك طاهرا من كل نجاسة. والله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي من بين الناس الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى هو الإنسان الطاهر، هو الإنسان الذي يحرص أن يكون على طهارة. إذن الطهور شطر الإيمان. قال: والحمد لله تملأ الميزان. من بين القربات، من بين الأعمال الصالحات، من بين الأذكار النافعة التي لها ميزان ثقيل، يعني التي ميزان ثقيل في أعمال العبد يوم القيامة، يوم توزن عليه أعماله، هي حمد الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان هذا الحمد نابعا من نفس راضية بما قدر الله سبحانه وتعالى، بما قضاه الله عز وجل وقدره يعني على المرء، سواء كان هذا القضاء أو هذا القدر خيرا أو شرا. نعم، على المؤمن دائما أن يكون حامدا لله في كل حال. إذن قال: والحمد لله تملأ الميزان. قال ثم قال: وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماوات والأرض. عندما يكون هذا الحمد لله عز وجل مقرونا بالتسبيح، فيه خير كثير، فيه فضل عظيم. قال: تملأ أو تملأان ما بين السماوات والأرض. إذن عندما يكون هذا الحمد نابعا من نفس مطمئنة راضية رضاء تاما بما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره على عبده، خاصة إذا كان هذا الحمد مقرونا بالتسبيح لله عز وجل. ثم قال: والصلاة نور،
الصلاة نور، شب يعني وتشبيه بليغ، الصلاة هي نور. جاء في حديث آخر: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كن له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة. نور ونجاة وبرهان، نور على الصراط، على الصراط. جاء في الحديث: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لأن نار جهنم والعياذ بالله هي سوداء مظلمة، وجسر الصراط مضروب على ظهراني جهنم، أي أن الناس سيقطعون هذا الجسر الذي له أوصاف رهيبة، كما جاء في الحديث: أحد من السيف، أدق من الشعر، مدحضة مزلة. يعني من الذي الإنسان الذي ينجو يتجاوز الصراط مباشرة إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. ولكن الإنسان الذي يسقط من الصراط مباشرة إلى جهنم والعياذ بالله. أما الذي ينجو فهو إلى الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. إذن الذين يعطيهم الله عز وجل نور تام في ذلك اليوم هم الذين لا يتخلفون عن صلاتي الصبح والعشاء في المسجد. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. إذن الصلاة هي ضياء، هي ضياء على وجه المؤمن، ضياء على يظهر أثره على وجه المؤمن، ويظهر أثره على أفعال وأقوال وتصرفات المؤمن، حيث تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك هي نور يقود يوم القيامة إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن تقودهم صلاتهم إلى الجنة. قال: والصلاة نور والصدقة برهان. الصدقة برهان على صدق الإيمان وصدق المحبة، إذا كانت هذه الصدقة قدمت لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والصبر ضياء. الصبر كذلك، الإنسان الذي يحبس نفسه بأن يحملها على طاعة الله عز وجل، أو يحبس نفسه حتى لا يقع في المعصية طاعة لله سبحانه وتعالى وحبا لله عز وجل وإجلالا لله سبحانه وتعالى، ويحبس نفسه على في يعني من ناحية ردود أفعاله عندما يقدر الله سبحانه وتعالى عليه مصيبة، أو حتى يقدر الله عز وجل عليه يعني شيئا كان يأمله، كيف يكون ردة فعل هذا الإنسان؟ هل يشكر ويحمد الله عز وجل أم يجهل ويكفر؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن يجعل الله سبحانه وتعالى حجة، إما لك يدافع عنك يشفع لك أمام الله عز وجل، أو يكون حجة عليك ويقذفك الله سبحانه وتعالى به في النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال: كل يغدو، كل الناس يغدو، كل الناس تمضي، كل يموت إلا ذو العز والجبروت، فبائع نفسه فمعتقها. إنسان باع نفسه لله عز وجل بأن التزم شرع الله سبحانه وتعالى، بأن حاول قدر المستطاع أن لا يؤذي أحدا وأن لا يسقط في وحل الذنوب والمعاصي، وإن وقع أتبع هذا الذنب توبة واستغفار وردا للمظالم، لأن الإنسان مهما اجتهد يخطئ، كلنا بشر وكلنا ذو خطأ، ولكن كيف تعامل هذا الإنسان مع ما الذي جاء بعد هذا الخطأ؟ كل يغدو فبائع نفسه فمعتقها، أي يعتقها بتوبته، يعتقها باستغفاره، يعتقها برد المظالم، يعتقها بالتزام شرع الله. كل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والعياذ بالله. موبقها هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أي هذا الإنسان يعني لم يحفظ الله سبحانه وتعالى يعني حلالا ولا حراما ولا التزم شرعا، وإن تظاهر بما تظاهر به أمام الناس. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا الصالح في رضاك. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.